لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي. أهلا وسهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ محمد، تصريح مدير الاستخبارات الأمريكية عن أن إيران هي أكبر راعي للإرهاب، أين تذهب الأمور بين أمريكا وإيران خارج إطار التصريحات؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. حياك. قبل الجواب أشير إلى تقرير قدمته جمعية الأجهزة المخابراتية الأمريكية اليوم أو مساء أمس بالأحرى للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي المكون من 28 صفحة، والذي ذكر فيه اسم إيران 61 مرة في هذا التقرير الذي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، حول أنه صنف هذا التقرير، صنفت الأجهزة المخابراتية الأمريكية إيران بأكبر تهديد على مصالح الولايات المتحدة، وأيضا قالت أنه إيران أكبر راعي للإرهاب والممول للإرهاب في المنطقة، وأنها تدرب وتزود الجماعات الإرهابية بأحدث أسلحة وتكتيكات جديدة في المنطقة. من هذا المنطلق الآن نرى أنه هناك إجماع بين الأجهزة المخابراتية الأمريكية التي تقدر ب 16 جهاز مخابراتي واستخباراتي مختلف في الولايات المتحدة، تضع هذه الأجهزة إيران على قمة أجندة الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة الأمنية والعسكرية خلال هذا العام، بالتناغم مع سياسة الإدارة الأمريكية خاصة البيت الأبيض ودونالد ترامب نفسه. ونرى أنه بعد فترة من العراقيل التي وضعت في البيت الداخلي الأمريكي أمام الإدارة الأمريكية الحالية بدونالد ترامب لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة، والآن إذا أردنا أن نستقرأ هذا المشهد، يعني هذه خلنا نقول السياسات، ونربطها بالمشهد على الأرض، نرى أنه هناك مساعي من الولايات المتحدة كبيرة لقطع التواصل ما بين إيران وشرق بحر الأبيض المتوسط من خلال تواجد عسكري أمريكي كبير في شرق سوريا وشمالها، وأيضا في العراق الذي تحاول العملية السياسية أن تغطي على هذا التواجد وتقول أن الولايات المتحدة بدأت تنسحب، بينما العكس هو الصحيح. يعني هذه التصريحات دائما أمريكا ما تقوم بتصريحات حول الشأن الإيراني، ولكن لا تعدو هذه التصريحات عن كونها مجرد كلام لا ينعكس على أرض الواقع إلى أعمال. يعني حتى من الممكن قراءة ذلك من خلال ما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه أكد على أن الوجود الإيراني مستمر في المنطقة. إذن ما الذي تفيده التصريحات الأمريكية أمام الأفعال الإيرانية؟ أولا، التصريحات الإيرانية لا تعني الواقع، يعني لما إيران تقول أنها تبقى، هل ذلك يعني ستبقى في المنطقة؟ هذا يعني التصريحات الإيرانية خلنا نضعها جانبا، أنه لها استهلاك إعلامي فقط. أما بالنسبة لما يحصل في المنطقة، نحن نأخذ حوزة حوزة، يعني نأخذ لبنان وحزب الله. الولايات المتحدة بدأت تضيق الخناق على حزب الله اللبناني، وخاصة مصادر تمويله من خلال بيع المخدرات في شتى أنحاء العالم وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. هذا واضح جدا أنه الموضوع بالنسبة ما يخص حزب الله، الآن هناك ضغوط كبيرة على دول أوروبية داعمة لحزب الله، أو تعتبر هذه الدول الأوروبية مسرحا للتمويل والنشاط التجاري لجماعة حزب الله في أوروبا، خاصة ألمانيا والولايات المتحدة التي توفر هذا الغطاء لجماعة حزب الله، بينما تصرف في السياسة أو على لسان مسؤوليها بأنها تصنف حزب الله كجماعة إرهابية، لكنها تسمح لهذه الجماعة بالنشاط على أراضيها. ونحن نحن هنا في لندن نرى النشاط لجماعة حزب الله ومن يوالي حزب الله بشكل كثيف على الأراضي البريطانية. هذا جانب. الجانب الثاني، المساحة السورية. الآن هناك صدام حقيقي ما بين الولايات المتحدة والقوات التي تدعمها الولايات المتحدة والميليشيات التي تقاتل على الأراضي السورية. لا أحد يستطيع أن يستنكر أن الولايات المتحدة بشكل عملي وفعلي تسيطر على ربع الأراضي السورية، 25% من الأراضي السورية لقطع الوصل. أما بالنسبة للعراق، الآن هناك شراكة أمريكية خليجية واضحة لدخول العراق، ويعني إيران انفردت في العراق من خلال الغطاء الأمريكي الذي وفرته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة أوباما. الآن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول تدريجيا أن تقطع أوصال هذا التواجد، ونعلم أن هذا التواجد لم يحصل بين ليلة وضحاها، بل تم
فرض السيطرة الإيرانية خلال 15 عاما ما لا يقل عن 15 عاما بعد الاحتلال العراقي، والآن لا يمكن أن نتوقع أنه اقتلاع هذا التواجد يتم خلال شهرين أو ثلاثة، بل يريد ترتيبات تمنع زعزعة الاستقرار أكثر من ما هو عليه الآن. لو تحدثنا من طرف ثاني أستاذ محمد، يعني الحديث عن من العبادي بأنه يحاول إقناع أمريكا بتقنين الوجود الأمريكي العسكري في العراق، يعني هل هذا من الممكن أن يؤثر على زيادة النفوذ الإيراني في العراق إذا ما تم؟ يعني تصريحات العبادي هي تصريحات للاستهلاك مع جماعة داخلية، خاصة ما يوصف بإئتلاف فتح المكون من ميليشيات الحشد الشعبي، يحاول أن يسترضي هؤلاء ويستقطب جزء منهم خلال الانتخابات التشريعية القادمة في العراق. العبادي هو ليس إلا جندي في المعسكر، أو خلنا نقول يعني المعسكر الأمريكي. العبادي بعد ذهابه لواشنطن قبل أقل من عام، هناك وضع أمامه جدول من الأجندة والسياسات التي عليه ينفذها في العراق، وإذا ما استطاع أن ينفذها سيتم إزاحته بالانتخابات القادمة أو بعده. يعني الموضوع العراق شوي شائك، لا نستطيع أنه الآن نحن نقرر وفق أو نحلل وفق أنه ما يجري على الأرض بشكل سريع. يعني إذا نريد ببساطة نقارن ما بين هذا العام 2018 وعام 2017، نرى الحضور العربي ازداد بشكل كبير، السعودية، الإمارات، الكويت. يعني إيران كانت منفردة في العراق خلال 15 عاما، وهذا الانفراد. وصلت الفكرة أستاذ محمد المدحجي المختص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.